بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله للفضل والإنعام، جعل الحج إلى بيته أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته العظام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أفضل من حج واعتمر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على نعمته العظيمة في جعله هذا البيت بين المسلمين في أقطار الأرض، يأتون إليه من كل جهة، من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم. فهذا من أكبر نعم الله على هذه الأمة الإسلامية. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذه بركات دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا ربه فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فجعل الله هذا البيت وأمر خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يبنياه. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا البيت هو أول بيوت الله في الأرض التي هي المساجد. فالمساجد بيوت الله، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأول البيوت أي أول المساجد في الأرض هو المسجد الحرام، وهو أفضل المساجد على الإطلاق. ثم بعده مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضيلة، ثم بعده في الفضيلة المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام
عن 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. الصلاة في المسجد الأقصى المبارك 500 صلاة، الصلاة الواحدة 500 صلاة. هذه هي المساجد التي يسافر للصلاة فيها طلبا لهذا الثواب العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر لأجل العبادة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهي المساجد التي بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي مساجدهم. المسجد الحرام بناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم، وقيل بناه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ومسجد المدينة بناه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هذه هي المساجد التي تقصد من أقطار الأرض لأجل الصلاة فيها، لأجل ما فضلها الله به على سائر المساجد. أما الحج والعمرة فإنهما خاصان بالمسجد الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج والعمرة إنما يكونان إلى المسجد الحرام. والحج والعمرة فريضتان على المسلمين من استطاع منهم، مرة واحدة في العمر. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. الحج مرة واحدة بالعمر، وما زاد فهو تطوع، وهو أحد أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وإنما يجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحل. الزاد وهو النفقة التي ينفقها الحاج على نفسه ذهابا وإيابا، ويستغني عن الناس، ويكون ذلك بعد أن يؤمن لأهل بيته ما يكفيهم من النفقة إلى رجوعه إليهم، ويكون ذلك فاضلا عن قضاء الديون التي عليه. أما إذا كان على الإنسان ديون وليس عنده مال يتسع لسداد الديون ولنفقة الحج، فإنه يقدم سداد الديون وليس عليه حج حتى يسدد الديون، ويتوفر لديه بعد ذلك ما يستطيع به الحج، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة
ولا تسقط إلا بعفوهم عنها أو أدائها إليهم، فيقدم سداد الديون إلا إذا سمح له الدائن، إذا سمح له الدائن بأن يحج فليحج، وإلا فإنه يبدأ بسداد الديون التي عليه وليس عليه حج، لأن الله جل وعلا يقول من استطاع، وهذا غير مستقيم. فإذا توفر لديه النفقة الكافية له في حجه ذهابا وإيابا، والنفقة الكافية لمن يقولهم ينفق عليهم في بيته، فإن كان قويا في بدنه فإنه يجب عليه المباشرة بنفسه وأن يحج بنفسه، ولا يؤخر الحج بل يبادر إذا استطاع وهو قوي في بدنه. أما إذا كان غير قوي في بدنه فإن كان يرجى زوال العالم وزوال المرء في المستقبل فإنه ينتظر حتى يزول ما يمنعه من مباشرة الحج بنفسه. أما إن كان عجزه عن الحج مستمرا لا يرجى زواله كالمريض المرض المزمن الذي لا يرجى له شفاء، أو الكبير الهين الذي لا يستطيع السفر، فإنهما ينيبان لمن يحج عنهما، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها أدركته فريضة الحج، أدركته فريضة الله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفا أحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم حجي على أبيك. وإذا مات من لم يحج وكان عنده مال، إذا مات قبل أن يحج وعنده مال يكفي للحج فاضلا عن سداد الديون، فإنه يوكل من يحج عنه بالنيابة لإسقاط فريضة الحج عنه، مقدما ذلك على المواريث. ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا أدى فريضة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ومن شرهما؟ قال أخ أو قريب لي مات. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شرهما. ويشترط لوجوب الحج أيضا التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا دون البلوغ فإنه لا يجب عليه الحج، ولكن له أن يحج ويكون ذلك نافلة، فإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. ويصح الحج من الصغير نافلة، لأن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ولم يبلغ فإنه يحج بعد بلوغ حجة الإسلام، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.
وأما غير العاقل من بلغ وهو غير عاقل كالمعتور والمجنون الذي جنونه دائم فهذا لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه شيء من أوامر الإسلام لأنه غير مكلف. عباد الله، إن الحج كما سمعتم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مرة واحدة في العمر، وهذا من رحمة الله، لأن الناس يأتون إلى الحج من بعيد من أقطار متباعدة ويتعرضون لأخطار ومشاق في طريقهم من الحج وفي أثناء الحج، فخفف الله عنهم وجعله مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع خاصة تخفيفا عن العباد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ومن وفقه الله للحج فإنه يجب عليه أن يؤدي الحج على الوجه المطلوب بأركانه وواجباته وما يستطيع من سنن، يؤدي المناسك على الحج على الوجه المشروع. قال الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. أتم أي أكمل المناسك ولا تترك منها شيئا، لله أي خالصا لوجه الله، لا يكون رياء ولا سمعة ولا يكون فيه شرك، بل يكون خالصا لوجه الله عز وجل طلبا لثوابه. لأن بعض الناس يحجون ولكن لا يكملون المناسك، ويحصل منهم تلاعب في أداء المناسك، ويترخصون وهم ليسوا بحاجة إلى الرخص إيثارا منهم للراحة والرفاهية. الحج عبادة عظيمة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى نية صالحة، فمهما استطاع الإنسان من أن يكمل الحج فإنه يجب عليه ذلك. وإذا عجز عن بعض المناسك كالرمي، رمي الجمار، فلا بأس أن يوكل، لقول جابر رضي الله عنه حججنا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فيوكل من يرمي عنه. وكذلك إذا كان لا يستطيع المشي في الطواف والسعي فإنه يحمل يطاف به محمولا ويسعى به محمولا ولا يوكل. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يجب عليه المبيت بمزدلفة إذا نفر من عرفة، يجب عليه المبيت بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها إلى أن طلع الفجر وصلى بها، ثم دعا بعد الفجر ثم انصرف إلى بيته وقال خذوا عني مناسككم، ولكنه رخص للضعف والصبيان أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، رخص لهم أن ينفروا من مزدلفة بعد منتصف الليل، هذه رخصة. وأما القوي والقادر فإنه يكمل الليل بمزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر
لمن تعجل في يومين وليلة الثالث عشر لمن تأخر، المبيت في هذه الليالي في منى واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها بات بها كل هذه الليالي، وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت نظرا لحاجتهم إلى ذلك. والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، فدل على أن المبيت بمنى عيال أيام التشريق واجب كالمبيت بمزدلفة، إلا لأنه عذر شرعي لا يستطيع المبيت لمرض، أو هو منوم في المستشفى، أو يخدم الحجاج توفير المياه لهم، أو رعي مواشيهم، فإنه يرخص له في ترك المبيت. أما الإنسان السليم، الإنسان القادر على المبيت، فلا يجوز له أن يترك المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لأنهما واجبان من واجبات الحج. والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فالذي يترخص ويترك المبيت بمنى ومزدلفة من غير عذر، هذا لم يتم الحج والعمرة، لم يتم الحج لله عز وجل، بل ترك ذلك وهو قادم عليه. بعض الناس أخذتهم الرفاهية فصاروا يستأجرون الشقق المكيفة في مكة أو العزيزية ويجلسون فيها من غير حاجة إلا للرفاهية فقط، لأنهم لا يصبرون على الحر والزحمة. الحج ليس نزهة، الحج عبادة وجهاد، الحج جدوه من الجهاد في سبيل الله، فيه مشقة وفيه تعب، ما هو الرفاهية والنزهة. فالذي ليس عنده استعداد لأن يؤدي الحج على الوجه المطلوب يجلس في بيته، ولا يحج حجا مشلولا، حجا ناقصا يترخص فيه ويترك بعض مناسكه من غير عذر شرعي، وإنما لأجل الرفاهية وعدم الصبر على المشقة والحر وغير ذلك من مشاق الحج. ثم إن الحج في هذه السنين كما تعلمون ما فيه من الزحمة الشديدة والأخطار العظيمة، فالذي ليس عنده قوة وهو قد حج مرة أو مرات، كونه يبقى في بيته وفي بلده ربما يكون أفضل له من الحج، لأنه لا يؤدي الحج على الوجه المطلوب. لا بد أن يترخص، ولا بد أن يترك أشياء من أعمال الحج بسبب الزحام الشديد والضيق. فكونه يصرف نفقة الحج في عبادة أخرى، إطعام المساكين والفقراء، أحسن من الحج الذي لا يتمكن من إكماله وإتمامه على الوجه المطلوب. فاتقوا الله عباد الله في أمور دينكم عامة وفي الحج خاصة، فإن الحج ركن من أركان الإسلام وعبادة عظيمة وجهاد في سبيل الله عز وجل، فلا يتساهل الإنسان في أداء مناسكه ويترخص من غير حاجة، بل يرفه نفسه لا يعمل هذا، إما أن يحج حجا على الوجه المشروع، وإما إذا كان قد أدى الفريضة وتنفل عدة مرات يبقى في بلده والحمد لله. فاتقوا الله عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا ان الحج عباده عظيمه، لانه يجمع بين عباده المال وعباده البدن، ولانه يؤتى اليه من مكان بعيد وتتحمل فيه المشاق، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من انواع الجهاد في سبيل الله. لما سئل صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله. الحاج إذا تلبس بالإحرام فإنه يكون في عبادة، فعليه أن لا يدخل في هذه العبادة ما يخل بها من الرفث وهو الجماع ونواعيه من النظر واللمس والنظر والقبلة وغير ذلك، حتى ولو لم يكن ذلك مع المرأة مباشرة، حتى ولو كان النظر في شاشة تلفزيون أو إنترنت يرى فيه النساء الكاسيات العاريات، هذا من الرفث، عليه أن يتجنبه. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج من الشيء، والمعاصي خروج عن طاعة الله فسميت بالفسوق. ولا جدال في الحج، لا يشغل الإنسان نفسه بالمخاصرة مع الناس، هذا كذا وهذا كذا، يقول الآخر لا أو كذا، تجادلون. هذا الجدال إذا كان لغير فائدة إنه لا يجوز في جميع الأحوال، وفي الإحرام في حالة الإحرام أو الجدال الذي ليس فيه فائدة أو فيه فائدة دنيوية هذا يترك، وأما الجدال الذي هو لرد حق لرد باطل أو لنصرة حق فهذا واجب. قال جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا لأهل العلم وأهل البصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج من أتى هذا البيت لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذا حج حجا مبرورا لم يحصل فيه رفث ولا فسوق، وأكمل مناسكه على ما أمر الله خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك ولا بدعة، فإنه يغفر مغفورا له، ليس عليه ذنب من الذنوب كحالته يوم ولدته أمه. يوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب. الحاج إذا أتى بالحج على الوجه المشروع خالصا لوجه الله هذه ولادة جديدة، يرجع منه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء عند الله إلا الجنة التي هي أعظم المقالب. فالله يعطي الجنة بما فيها من النعيم والسرور والخلود لمن حج حجا مبرورا. الحج المبرور هو الذي يؤدى على الوجه المشروع من غير نقص
ويكون خالصا لوجهه لوجه الله، كما قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فمن أتم الحج والعمرة لله حجه مبرور وجزاؤه الجنة. قال: فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واربط كيده في نحره، واكفنا شره، ورده خائبا خاسرا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم أصلح بطانته، واجعله هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.